مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان حماية الغابات. كتعتبر الغابات إحدى المظاهر الطبيعية المهمة على سطح كوكب الأرض، كتساعد على إنتاج الأكسجين بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة لكونها موطن للكثير من الحيوانات من مختلف الأنواع. في الآونة الأخيرة زاد الاعتداء على الغابات من قبل البشر نتيجة استغلال الأخشاب من أجل صناعات مختلفة كصناعة الأوراق والأثاث وغيرها، بالإضافة للامتداد العمراني وحرق الغابات نتيجة للتصرفات الخاطئة اللي كيقوموا بها بعض الناس أثناء التنزه، وما نساوش التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري اللي كيتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، الشيء اللي كينتج عليه ظاهرة التصحر. نشوف الآن رأي مختص في الشؤون الغابوية. المجالات الغابوية بالمغرب هي منظومة طبيعية عندها علاقة مباشرة بالإكراهات الطبيعية وخصوصا المناخ وبالاستعمالات ديال المجال، إذن إكراهات بشرية، وهذا يعني الاستعمالات اللي كتعرفها الغابات هي استعمالات متعددة يجب مراعاتها في التدبير المستدام لهذه المنظومة الطبيعية. شنو هي التدابير والمجهودات اللي كتقوم بها الدولة من أجل حماية الغابات؟ الاستراتيجية المعتمدة في التدبير المستدام ديال الغطاء الغابوي كترتكز على ثلاثة ديال المحاور الأساسية. المحور الأول كيتعلق بالمنظومة الغابوية كوحدة متكاملة، يعني جميع المكونات ديالها يجب أخذهم بعين الاعتبار. المعطى الثاني أو المرتكز الثاني هي المجال، والمجال شيء مهم لأن الغابة في المحيط ديالها، وكذلك البعد الثالث وهو المعطى السوسيو اقتصادي لأن المحيط ديال المجال الغابوي كتمارس فيه أنشطة يجب أخذها بعين الاعتبار. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.